هاي المسجدات العلنية موجودة من فترة طويلة، وحوالي 500 سنة قبل الميلاد كانت تتم مسجدات ببابل لبيع النساء للزواج. وسنة 193 قبل الميلاد نعرضت الإمبراطورية الرومانية بكاملها للبيع بالمزاد لما الحرس البريتوري قتلوا الإمبراطور بيرتيناكس واستولوا على الإمبراطورية وعرضوها للبيع. خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر درجت العادة ببعض مناطق إنجلترا أنه تكون المزادات على ضوء الشمعة يلي لما بتنطفي تعلن نهاية المزاد. هالتقنية كانت تستعمل لمنع الناس من تحديد وقت نهاية المزاد وتقديم سعر باللحظة الأخيرة. الكمان يلي كان عم بيعزف بالوقت يلي كانت التايتانيك عم تغرق نباع بالمزاد بمليون وسبعمائة ألف دولار. مين قال إنه قطعة من قالب جاتو عرس الملكة إليزابيث الثانية نباعت كمان بمزاد علني بتسعمائة وخمسة وعشرين دولار؟ أنا قال بشوفكم بكرة.